معنا واحد من نجوم منتخب مصر كابتن احمد حجازي. كابتن احمد، في البدايه برحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس. بركلك النهارده على الفوز، الفوز اللي بيرجع الثقه ما بين الجمهور ولاعيبه منتخبنا الوطني والجهاز الفني بعد امم افريقيا. الحمد لله، طبعا كان مكسب مهم جدا. يعني المباراه اللي فاتت كان الوقت قصير جدا بين المباراتين وبينهم سفر طويل، ويعني خسرنا لعيبه من الماتش الاولاني للماتش الثاني. طبعا كان ده مؤثر، يعني ممكن يكون كان ليه تاثير سلبي على الاداء، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نعدي المباراه باحسن طريقه ممكنه. يعني احمد، يمكن بتبقى الظروف المحيطه بالمباراه المشاهد ما بيشوفهاش او ما حدش بيشوفها غير ما بيكون موجود فيها. يعني انت النهارده مثلا لو بتتكلم، لا قدر الله حصلت نتيجه، احنا قاعدين بره بنتفرج على الماتش مش قادرين ناخد نفسنا، انتوا كلاعيبه جوه الملعب بتتعاملوا مع الموقف ده ازاي؟ لا طبعا، يعني هو الاجواء في افريقيا دايما بتبقى اجواء صعبه. يعني الحمد لله في لعيبه كتير لعبت في افريقيا قبل كده، لعيبه عندها خبرات كويسه. منتخب مصر دايما بيبقى في الماتشات المهمه، يعني اكيد ليه تقله، واحنا نقدر نتعامل الحمد لله مع كل الظروف. يعني لعبنا في ظروف قبل كده اصعب من دي بكتير. ما كن يعني حتى قبل المباراه كنا حاطين في دماغنا ان احنا مش عايزين نلاقي اعذار لنفسنا، حتى بخساره لعيبه مهمه زي صلاح والنني، حتى هاني كان مصاب، ما كناش عايزين نلاقي اعذار لنفسنا. يعني الارض ما كانتش احسن حاجه، الاجواء ما كانتش احسن حاجه، الجو ما كانش احسن حاجه، بس احنا كان دايما كلامنا قبل المباراه ان احنا مش عايزين اي اعذار. الماتش مهم جدا بالنسبه لنا، عايزين نحسن الاداء، فكانت الامور كلها يعني ماشيه الحمد لله. روح اللعيبه كانت مغطيه على كل الحاجات. دور اللعيبه القدام في المنتخب ان هم يدخلوا اللعيبه اللي لسه اول مره يلعبوا بسرعه بالكلام معاهم. الحمد لله اللعيبه كلها لعيبه كويسه وعلى قد المسؤوليه، اثبتوا النهارده ان هم يعني لعيبه تقيله في الملعب ولعيبه كبار ويستاهلوا ان هم يمثلوا منتخب مصر. لكن دي اكيد مجرد بدايه، ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه من كل اللعيبه باذن الله. تفتكر اول مباراه ليك مع منتخبنا الوطني ومين اللي خد بايدك وانت في الملعب؟ والله كل اللعيبه، يعني كابتن حسام غالي، كابتن الجمعه، كل اللعيبه. كان ماتش البرازيل، لا بصراحه يعني احنا الحاجات اللي احنا اتعلمناها منهم اكيد لازم يعني ننقلها للعيبه الثانيه. حسينا قد ايه هم يعني كانوا مهم، كانوا واقفين جنبنا في المباراه يعني الاولى لينا، فاكيد لازم احنا نقوم بالدور ده مع الناس الثانيه. يعني اسالك السؤال ده عشان اسالك، كنت بتقول ليه لاحمد توفيق بين الشوطين واخد احمد توفيق من عند الجون لغايه اوضه اللبس؟ لا خالص، هو واحد من نجوم الماتش على فكره النهارده، وخصوصا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني كان لاعب ثاني خالص. لا بص، هو يعني اكيد طبعا هم كانوا بيلعبوا، هم كانوا يعني مجسفين شويه، فكانوا بيلعبوا بحوالي اربعه معلقين قدام، فالكابتن حسام كان قايل حاجات في اوضه اللبس، فانا كنت باكد عليها معاه. توفيق لعيب كويس جدا ولعيب كبير ولعيب عنده خبره، واكيد يعني كان النهارده عمل ماتش كويس جدا وفادنا كتير يعني في غياب محمد هاني. طموحك بقى مع فريق اتحاد جده السعودي وتجربه جديده احمد حجازي بياخدها في الدوري السعودي، الدوري قوي جدا. طبعا يعني اكيد تجربه ان شاء الله تكون، بتمنى ان هي تكون مهمه بالنسبه لي، وان انا اقدر ان انا ادي فيها باحسن طريقه ممكنه عشان اساعد النادي بتاعي، واشرف برضو دايما اسم مصر في اي مكان انا موجود فيه. ممكن ترجع اوروبا تاني ولا ممكن تبقى صعبه؟ انا دلوقتي مركز مع النادي بتاعي، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه. طموح حجازي دايما عنده الطموح. حجازي لعيب جاله 2 صليبي ورجع واحترف ولعب في الدوري الانجليزي. بكلمك على الطموح. انا بالنسبه لي اهم حاجه اركز في الخطوه اللي انا فيها. الخطوه اللي انا فيها مهمه جدا بالنسبه لي، لازم اركز فيها اكتر حاجه ممكنه، ان انا اطلع باكتر استفاده ممكنه من الدوري السعودي، واحاول اضيف لفرقتي واستفاد من الفريق. وان شاء الله الخطوه الجايه دي في علم الغيب، انا اهم حاجه عندي ان اركز في شغلي، وده اهم حاجه عندي. اخيرا كابتن، منتخب مصر يطمن جمهور مصر على النني وصلاح؟ طبعا محمد والنني يعني كانوا خساره كبيره جدا لينا في الملعب، بس دايما كان مساندتهم لينا وروحهم العاليه جدا. النني لحد اخر وقت بيتكلم معانا، بيبعت لنا. محمد صلاح على طول متواصل معانا على الجروب، يعني بصراحه مساندتهم للفريق اثرت مع اللعيبه جدا. لما بتلاقي لعيبه مهمه للفرقه بتخسرهم، ودايما هم مهتمين باخبار الفريق ومهتمين ان هم يساندوا الفرقه، اكيد دي حاجه مهمه جدا. بنتمنى لهم الشفاء والرجوع لينا باسرع وقت ممكن، والرجوع لانديتهم، ودايما مشرفينا يعني.